بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم بالفصل الثاني هيت ترانسفير لامينار تيوب فلو. بحالة احنا اخذنا سابقا الفصل كان الفلات بليت، كان الجريان على الفلات بليت، واشتقينا العلاقات مع الفلات بليت واخذنا تطبيقات عليها. الان ناخذ بالتيوب بس لامينار فلو، بالتيوب بس لامينار فلو. انتو تلاحظون بالفلات بليت، بالفلات بليت لما اخذنا كانت هاي البليت بهاي الصيغة، فكان هذا هو وبالاخص باللامينر هذا هو هنا كان عندنا الديستريبيوشن، هذا هو باللامينر. لكن بالانبوب هاي راح تكون غير شكل. يعني هسه اذا ناخذ هذا انبوب امامنا، هنا، فالباوندري لاير راح تكون اللي هي تبدي ملاصقة للانبوب وتزيد، وايضا من الجهتين، لان هنا بالانبوب يختلف عن الفلات بليت، ملاصقة للانبوب من بداية الانبوب وتبدي تزيد الى ان تاخذ، يعني تاخذ سمكها، هو سمك نصف القطر، يعني منها هي هاي باوندري لاير وهاي منها باوندري لاير، فسمكها سمك نصف القطر. فهنا بهالحالة هنا لما صار سمكها سمك نصف القطر كان عندنا الديستريبيوشن اللي هو بارابولا، فلذلك هاي المنطقة منها وفوق ما فوق نسميها فولي ديفلوب فلو، الجريان يكتمل بها. هنا فولي ديفلوب فلو، او نسميه هذا اللي انا هنا شايله بوسيونولي فلو، اوكي. فهذا هو هنا عندنا الديستريبيوشن راح يكون بارابولا. فاول خطوه عندنا بهذا الفصل نشتق الديستريبيوشن اللي احنا اللي انتم سابقا مشتقين بالفلويد، وماخذينه. فالخطوه الاولى هو اشتقاق الديستريبيوشن بالتيوب لامينار فلو. فاحنا هذا عندنا تيوب، اخذنا اليمنت، اسطوانية تشبه الجريان الموجود، ودا نسوي عليها فورس بالانس، نسوي عليها موازنة قوة، فاكيد الضغط داخل، وهنا الضغط اللي يكون مقابل إله بيتغير دي بي، الدي بي زيادة أو نقصان. دائما هاي قلنا احنا إذا عدنا ناخذ إليمنت اللي يدخل بي اللي يخرج بي بلس دي بي، وهكذا تدخل كيو تخرج كيو بلس دي كيو. فدائما إذا ماخذين إليمنت أكو تغير مقدار دي، يعني هذا هو الديفرنشال، التغير مكان دي. فهنا عدنا البرجر، لأن البرجر هو نيوتن على المتر تربيع، فنضربه حتى يصير موازنة قوة. ضربناه هنا في الاريا اللي هي باي ار تربيع، وهنا ايضا ضربناه في الاريا باي ار تربيع، هذا البرجر الداخل والبرجر الخارج. طبعا عندنا القوة الاخرى، يعني القوة الموجودة هنا مبين واضحة، قوة الفيسكوسيتي. فالفيسكوسيتي شنو يمثلها؟ يمثلها الشير ستريس اللي هي تاو. فتاو ايضا وين راح يكون؟ راح يكون على سطح، راح يكون على سطح هذا الشكل. فلذلك تشوفون المساحة شخدنا، أخذنا 2 باي R DX، 2 باي R المحيط، وضربنا في DX اللي هو الثيكنس مال هاي الاسطوانة، فلما نجي نسوي موازنة قوة، فرق الضغط يساوي لنا قوة الفيسكوسيتي، لأن أيضا الشير ستريس هي نيوتن على المتر تربيع، ضربناه في المساحة طلع نيوتن. فسوينا ذولا عليهم موازنة، رتبنا المعادلة وصفيناها باعتبار عوضنا مكان تاو ماينس ميو دي يو باي دي ار، عوضنا عليهم، فسويناها حصلنا هاي المعادلة. بس نكاملها ون يعني عادي نكاملها، لان separation of variable راح نحصل ان
اليو ار يساوي 1 على 4 ميو دي بي باي دي اكس ارتر. هنا اعتبرنا هذا الدي بي باي دي اكس هو البريشر جريدينت واعتبرناه ثابت، فظل داخل بالتكامل يعني ما له تغير، ظل كانه مقدار ثابت اللي هو بريشر جريدينت. البريشر جريدينت هسه عندنا بالسنتر العفو مو بالسنتر، عند ار اكوال ار يعني عالجدار هنا، عالجدار هنا السرعة تساوي صفر، فهذا عندي باوندري كونديشن ار اكوال ار يو اكوال صفر، فنعوضها حصلنا سي، حصلنا قيمة سي نعوضها بالمعادلة حصلنا هاي اللي هنا، وسوينا طلعنا عامل مشترك الدي بي باي دي اكس ورتبناها حصلنا هاي المعادلة، حصلنا هاي المعادلة يعني يو اوف ار ساوي ار تربيع ماينس ار تربيع كابيتال على 4 ميو في دي بي باي دي اكس. هاي هو يعتبر الديستريبيوشن، بس هنا رتبنا الديستريبيوشن بحيث حتى نخلص من الدي بي باي دي اكس، حتى نخلص من الدي بي باي دي اكس نلاحظ عند ار اكوال صفر، عند ار اكوال صفر اليو يساوي يو ماكسيمم، اليو عند ار اكوال صفر لو هسه شفت الديستريبيوشن لما رسمناه هنا هي اقصى سرعه، هنا هاي وين موجوده؟ هاي موجوده بالسنتر، هاي موجوده بالسنتر، ف ار اكوال ار عندنا يو اكوال ماكسيمم، فعوضنا هذا الباوندري كونديشن ومكان اليو ماكسيمم عوضنا هنا، وعوضنا يعني مكان ار اكوال صفر وجدنا ان اليو ماكسيمم هاي قيمته. فلما اليو ماكسيمم هاي قيمته نجي نقسم المعادلة على يو ماكسيمم، فراح تختصر هاي دي بي باي دي اكس، فحصلنا هذا هو الديستريبيوشن، هذا هو الديستريبيوشن. هاي المعادلة انتم ماخذيها سابقا، بس احنا عندنا هنا اشتقاقه يو اوفر مثل ما وجدنا هناك بالفلات بليت الديستريبيوشن واللي فرضناه، وبعدين فرضنا باوندري كونديشن ووجدناه واللي هو كان ثيرد اوردر يعني درجة ثلاثة، بينما هنا سكند اوردر يعني هنا بارابولا، هنا هو بارابولا. طبعا هاي عندنا اليو افريج يساوي اليو ماكسيمم على 2 او اليو ماكسيمم يساوي 2 افريج، وانا هنا مخلي لكم عليها هاو يعني اشتقاق، يعني اشتقاق. هنا للتذكير عندنا الفريكشن فاكتور، لان بعض الاسئلة تجينا به، فاذا دارس فريكشن فاكتور نسميه اف 64 على رينولد نمبر دي، واذا الفانونج فريكشن فاكتور نسميه سي اف واللي هو اف على 4، اف على 4 يعني هناك انه 16 على رينولد نمبر، هنا 64 على رينولد نمبر، هنا 16 على رينولد نمبر سي اف، السي اف. فهاي يعني للتذكير وانتم ماخذيها بالفلو. هسه احنا موضوعنا الاساسي هو هيت ترانسفير كوفيشنت، لما اشتقينا الديستريبيوشن هسه نجي هيت ترانسفير كوفيشنت فور لامينار فلو ان تيوب، بالتيوب. هنا عندنا نقطه مهمه وانتبهوها، كل عمليات انتقال الحراره لازم تصير بالحالتين دني، اما كونستانت هيت فلكس او كونستانت وول تمبرتشر. يعني اني هسه عندي انبوب دا انقل حراره اليه او اخذ حراره من انت، هذا منتهين من عند احنا بانتقال الحراره، اما يجي او يخرج، اما تجي الحراره او تخرج، فاني اما انتقل حراره، فهاي الحراره اما تنتقل بكونستانت هيت فلكس يعني كيو هنا مسلطه ثابته، او كونستانت تمبرتشر يعني درجه الحراره هنا تي، درجه الحراره هنا تي ثابته، درجه الحراره هنا تي ثابته. هن ذني الحالتين عندنا بالنسبه للانتقال الحرارة في وين عندنا يعني بنظام انتقال الحرارة بالمعدات بالأنابيب بالآي، فعندنا هذه النقطتين اللي هي constant heat flux و constant wall temperature. wall temperature ليش هنا أنا مسميها TWTS اثنين يعني اكو حسب الكتب، هذه يسميها wall temperature هذه يسميها surface temperature، وراح تشوفون بالاشتقاق. فاحنا هنا نجي نريد نشتق، هسه شنو نريد نشتق؟ اريد نوصل للاتش مثل ما هناك بالفلات بليت، وين وصلنا؟ وصلنا للاتش. هنا هم نريد نوصل قيمه اتش باللامينار فلو بالتيوب، اريد قيمه اتش باللامينار فلو بالتيوب. فلذلك راح نشتق، نبدا من علاقات البدايه يعني راح نسوي يعني هيت بالانس
على إليمنت أيضا نأخذ هاي إليمنت مال فلو داخل الإنبوب إليمنت مال فلو شلون الإنبوب موجودة هاي فصارت كأنه هاي الطبقة دا تنتقل بيها الحرارة سويناها على شكل هلو مثل هلو يعني هلو بايب زين. فإذا من نسوي موازنة حرارة أكو حرارة داخلة بالجريان اللي هي كونفكشن يعني لما يجري وأكو حرارة منتقلة من الجدار اللي هي كوندكشن حرارة منتقلة من الجدار اللي هي كوندكشن فعندنا يعني بين موازنة مال الحرارة حرارة من الكونفكشن تساوي الحرارة بالكوندكشن يعني صافي حرارة الكونفكشن تساوي لنا فرق الحرارة بالكوندكشن فشوفون هنا ال هاي شلون لو هنا هنا جاية كأنه ام سي بي دلتا تي ام سي بي دلتا تي فالام هي في رو في رو فهاي الرو وهاي الفي 2 باي ار دي ار يعني ضربنا حجم هاي الاليمنت ضربنا المحيط 2 باي ار المحيط 2 باي ار اللي هو هذا متغير بالنسبة لR في الثيكنس dR فطلع حجم هاي اللي يجري بيها الجريان في الكثافة يطلع الماس C sub B موجودة هنا ها في الكثافة والسرعة العفو في الكثافة والسرعة يطلع الماس يطلع الماس ونضربها في C sub B بعدين عندنا هنا بدل ما ناخذ احنا دلتا T اخذنا T عد X وهنا وهنا أخذنا TX وأيضا ضفناها معدل التغيير DT by DX في DX ضفنا لها يعني هنا كأنه إحنا شنو ضفنا TX زائد DTX بس شنو ضربناها في DX وقسمناها على DX وهاي ممكن لأن هذا تختصر ضربناها في DX وقسمناها على DX هذا بالمحور يعني باتجاه X هذا الفرق بالاتجاه R باتجاه R راح يكون عندنا Q عند R و Q عند R زائد هاي العفو Q DQR minus اللي هي داخلة بالكوندكشن minus K2 by R DX شوفوا هنا شو ماخذين 2 by R هذا المحيط في DX ينطينا شنو المساحة السطحية ينطينا المساحة السطحية لل هاي الاليمنت اللي اخذناها وايضا عند دي ار زائد دي ار ايضا اخذنا ماينس اكس شخذنا بدل ار صارت ار زائد دي ار اللي هي ايضا المساحة السطحية في دي تي باي دي ار في دي سكوير اي واللي هنا اني موضحها هنا احنا اني موضحها سوينا اخذنا دي باي دي ار اخذنا دي باي دي ار شخذت تي زائد دي تي يعني اخذنا تي زائد دي تي هاي كلها دي باي دي ار هاي اللي اخذنا هاي الاليمنت فالدي تي ضربتها في دي ار في دي مثل دي اكس ضربتها في دي ار وقسمتها على دي ار فصارت هاي هسه مجرد ان طبعا شوفون هذا بالاكسيال يعني اللي هو مال الماس هنا بينه هسه من نطرح وحده من اللخ من نطرح وحده من اللخ التي اكس ويا هذه تروح ويا التي اكس هنا ويبقى بس هذا اللي هو الديفرنشال وبالفعل هذا اللي هو دي تي باي دي اكس يعني بارشال تي باي بارشال نوت هيت كونفكتد فهسه نجي الانرجي بالانس دي كيو ماينس دي اك يعني فرق الكوندكشن يساوي الكونفكشن فرق الكوندكشن يساوي الكونفكشن نعوض ذني كلهن هنا مجرد رياضيات نفتح الاقواس يعني كانه هاي اقواس مضروبه واحد في الاخ هذه الاقواس اللي راح يكون بي سكند اوردر يتكرر يعني المقدار اللي بي سكند اوردر نهمله بي سكند اوردر وبي دي ار دي اكس يعني هذا نهمله هذا نهمله اللي هو بي دي ار دي اكس وسكند اوردر نهمله اللي راح يكون كلش قليل وناخذ البقية اللي نرتبهم صارت بهاي الصيغة هاي الصيغة صارت K في dT by dR K نقسمها على رو سي صب بي اللي هي مقلوب الألفا الثيرمال ديفيوزيفتي نقلنا هالمرة هسا رتبناها نقلنا اليو والآر إلى هنا ورتبناها هاي هذا هو طبعا نفسه هذا يعني لأن دي
باي دي ار في ار دي تي باي دي ار. اذا اعتبر هاي حاصل ضرب دالتين ونشتقهم، حاصل ضرب دالتين ونشتقهم، فمشتقة الاولى في مشتقة الثانية. يعني صح نقول، راح نقول العفو، راح نقول مشتقة الار دي ار باي دي ار واحد، فدي تي باي دي يعني دي ار باي دي ار واحد، نضرب في دي تي باي دي ار، بعدين زائد ار ار في دي تي سكوير دي تي سكوير باي دي ار سكوير. فهذا هو يعني اما نكتبها بهاي الصيغه او نكتبها بهاي الصيغه. هاي المعادله اللي مخلينها بالمستطيل هي حفظ، هي معادله كانه هي المعادله للطاقه اللي احنا اشتقيناها واللي راح نعتمد عليها. معادله الطاقه اشتقيناها من الاساسيات، من الاساسيات يعني اناليتيكال تحليليه. هاي المعادله اشتقيناها هنا. نجي اللي يصير هو ان نعوض، عندنا الديستريبيوشن، يعني عندي اليو هاي اللي طلعت لي هنا، عوضها بدلالة يو ماكس في واحد ماينس ار تربيع، فصارت المعادلة كلها بدلالة ار وتي، لأن اليو متغيرة، فخلصت من اليو بدلالة الديستريبيوشن، فصارت المعادلة بدلالة ار وتي، فرتبها مجرد وصارت هاي المعادلة رقم 8. معادلة رقم 8 اللي هي عبارة عن تي الار او زد او اكس، هاي يعتمد حسب الكتب، قسم ياخذون الاكسيال زد، قسم ياخذون الاكسيال اكس، هاي ما راح تختلف. يعني ام ار او اكس نقدر نقول، او ار او زد يو ماكسيموم دي تي باي دي اكس ار تربيع على 4 ناقص ار اس 4 16 زائد سي 1 لين ار زائد سي 2. هسه هي الحل ان نوجد سي 1 وسي 2، نوجد سي 1 وسي 2، فهاي يحتاج باوندري كونديشن، راح يعتمد على الباوندري كونديشن. نكمل بالمحاضرة القادمة. شكرا جزيلا.